السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك النفسية قرارك. علماء النفس لما عرفوا مفهوم الصحة النفسية قالوا ان مفهوم الصحة النفسية ده مفهوم نسبي، يعني مش شرط ان يكون عندك اكتئاب او عندك اضطراب او عندك مرض نفسي عشان يكون عندك صحة نفسية. الصحة النفسية عبارة عن حاجتين: توافق داخلي وتكيف خارجي مع الاخرين. امتى يكون عندك توافق داخلي؟ لما يكون عندك تقدير لذاتك، واي موقف بيمر عليك في حياتك انت راضي وقابل الموقف ده، وقابل نفسك بعيوبك ومميزاتك. التكيف الخارجي لما ازاي تكون بتعامل الناس شايفينك ازاي او بتتعامل مع الناس ازاي. صحتك النفسية قرارك، ما تخليش اي موقف من المواقف يأثر عليك تأثير سلبي. لما يعد عليك اي مشكلة، رقم واحد ما تشخصنش المشكلة، ما تقولش اشمعنى انا اللي حصل المشكله وكل الناس ما حصلهاش المشكله دي. تاني حاجه، ما تترددش في حل مشكلتك. تالت نقطه، واجه المشكله لما تكون قادر انك تواجه المشكله دي. لو احنا عملنا استبيان عن الناس اللي في موجودين في الشارع وسالناهم انت عندك صحه نفسيه، يقول له عن صحه نفسيه. اقول له طب يلا نتكلم مع بعض، انت راضي عن حياتك، راضي عن نفسك، ايه هي ايجابياتك، ايه هي سلبياتك. لو قدر يعمل توازن بين ايجابياته وسلبياته هيكون عنده صحه نفسيه. تاكد ان الصحه النفسيه مهمه جدا، لان جهاز المناعه النفسي عندك اقوى من جهاز المناعه البدني. في امراض اسمها الامراض السايكوسوماتيه، حد عنده القولون العصبي او عنده صداع نصفي او حاسس ان في جسمه بيألمه، لما يروح يكشف عند اي طبيب يقول له انت ما عندكش اي حاجه. لو سالت نفسك السؤال ده، جات لك الاعراض دي قبل كده، حسيت بالم في بطنك، حسيت بصداع او الم في جسمك، ولما تكشف عند اي طبيب يقول لك انت ما عندكش اي شيء، ممكن يبقى مشكله نفسيه. راجع نفسك وراجع مفهوم الصحه النفسيه بالنسبه لك. قدر ذاتك، قيم علاقاتك بالاخرين، ارضى بالواقع اللي انت عايش فيه، اجتهد وكمل حياتك، وتأكد ان صحتك النفسية قرارك انت مش قرار اي حد. بإيدك يكون عندك صحة نفسية لو طبقت اللي احنا قلنا عليه. علشان تعيش حياة بصحة نفسية سليمة، لازم يكون عندك توافق داخلي، راضي عن نفسك، راضي بإيجابياتك وسلبياتك، وعندك توافق خارجي مع الآخرين، بتتعامل مع الناس والناس شايفينك شخص إيجابي. كن شخص إيجابي لأنك بالفعل شخص إيجابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.